فضل دقيقة ونص. بصوا هنا بقى. فضل دقيقة. ماشي. يلا بصوا هنا بقى. يلا عشان أتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو. طبعا انا مش عارف اعمل مقدمه طول ما هم جنبي، فالنهارده بس حابب ان شاء الله اعرفكم على حاجه جديده، حاجه مفيده ان شاء الله. الوصف ان شاء الله بتاع الفيديو هحاول اشرحه لكم بعدين، لان اصلا هم مش قادرين يتملكوا نفسهم من الضحك. فان شاء الله النهارده هنعرفكم على برنامج الى حد ما كويس، او ممكن نسميه برنامج العيله، مفيد للاطفال او مفيد لناس كتير جدا. اول حاجه بيقوي ثقافتك، بيزود الثقافه عندك، وفي نفس الوقت ممكن تربح منه فلوس، يعني معلومات عامه وثقافه. عمر ممكن نسكت بقى؟ فدلوقتي كلنا مستعدين، فاضل دلوقتي 30 ثانيه ويبدا تبدا المسابقه ان شاء الله. بعد ما تنزل بتاع التليفون، بعد ما اخلص المسابقه ان شاء الله هنبعت لكم كل حاجه على الشاشه. كل واحد كله مستعد؟ طبعا كلهم مستعدين. بنروح نخش لهم دلوقتي. السؤال الاولاني عدى دلوقتي، كان بيسال على عدد فصول السنه، فجبنا 4. منتظرين سؤال تاني ان شاء الله. عدد الاجابه صح، احسنت. السؤال التاني. السؤال التاني. ليس اسما لآلة موسيقيه، عود، كمان، بلبل. بلبل ليس اسم. بلبل. 24,000 متسابق معانا، الإجابة صح. بلبل. خلنا للسؤال الثالث. مجموعة الحطب تسمى حزمة، ربطة. حزمة. لا، ربطة حطب. أنا اتلخبطت. ربطة حطب على ما أعتقد. أه صح. أنا صح. أه حزمة حطب ممكن. طلع هو صح، إحنا غلط. لا 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 لا. متفهم. لم يكن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من قبل باراك أوباما، كيفن هارت، جورج بوش. كيفن هارت لم يكن رئيس. كيفن هارت. كيفن هارت. شي مش مهم، برا. واحدة واحدة بقى، خلينا نركز عشان ايه. السؤال الخامس. مديم سيبيه عشان يختار. البحر الذي يعرف بالبحر المتوسط الأمريكي، الأبيض، الكاريبي، أندمان. الأبيض. الكاريبي. لا الأبيض. والله ما جاوبتش. وين أنا؟ يا خسارة. الكاريبي. وكان الكاريبي قلت لك صح كده. بقيت أنا متفرج شكله كده. أنا خرجت بره المسابقة لأني أصلا اتأخرت في البتاع، هم 10 ثواني ولازم تجيب الإجابة. طب جاء ناشرا إيه؟ ناشرا أذنيه تطلق كناية عن. جاء ناشرا أذنيه الغضب، الطمع. كلنا متفرجين. ما احنا كلنا متفرجين دلوقتي. طيب خلينا نسكت كده، تعتبر انتهت المسابقه. واحنا دلوقتي المسابقه. عمر بس بقى، عشان من اشهر مسرحيات ويليام شكسبير، هاملت، والخيميائي، والبؤساء. تتوقع ان يكون ايه؟ الهام. البؤساء. انا هاملت تقريبا. الهاملت. هاملت صح. صح. طيب دلوقتي تعتبر احنا دلوقتي اسف بينا متفرجين وخرجنا بره المسابقه. عمر ما تنزلش بتاع وعد هيدل بقى، انزل وعد هيدل. ماشي. هنشوف ان شاء الله النهايه. عباره الجائزه عباره عن 300 دولار بتتقسم على عدد الفائزين، انت وحظك بقى. امبارح مثلا على سبيل المثال كان السؤال التاسع دلوقتي. للاسف انا كان نفسي اشغل بقى كمان ايه، شغل البتاع ديت. فين الادام ان احنا خرجنا متفرجين؟ Sbagliato tutto. Eh.
حسب ما تنزل عشان البتاع ديت. عدد عناصر الجدول الدوري 124 112 118. الجدول الدوري 124. يا سلام اتوقع هتلاقي 118. كده السؤال كان كام؟ 11. كده السؤال ال 11 دلوقتي جاي، هم عبارة عن 12 سؤال. الجايزة بتبقى غالبا 300 دولار يوميا. كل يوم ان شاء الله كل يوم البرنامج بينزل بتوقيت الساعة 8:30 بتوقيت ده حسب يوم عشان الكمبيوتر معاك. بتوقيت 8:30 بتوقيت الأخير الأخير. عنصر موجود في الطبيعة الأكتينيوم. السؤال الأخير سؤال 12، وده اللي هيحدد عدد بناء عليه بقى نشوف المتسابقين فازوا ولا لا. الشاعر الجاهلي الذي حمل رسالة قتله بيده، زهير بن أبي سلمى، طرفة بن العبيد، عمرو بن كلثوم. زهير بن أبي سلمى على ما أعتقد. لا طرفة بن العبد. طرفة بن العبد. كده انتهى 12 سؤال. هنشوف دلوقتي الجائزة اتوزعت على كام واحد، مين اللي فازوا. فاز معاه مجموع الفائزين 426، كل واحد كان من نصيبه 70 سنت او 70 شنتزم من الدولار، وكده انتهت المسابقه. ان شاء الله هنهي بس معاكم البث عشان الاخوه العرب اللي معايا دول. حبيت بس انوه ان دي عباره عن برنامج حلو مشجع للاطفال ان هو ينمي الثقافه بتاعتهم الى حد ما. طبعا هي الاسئله برضو كبيره عن حجمهم، لكن هو نوع من انواع الترفيه بالنسبه ان انتوا تتجمعوا العيله تتجمع في ميعاد واحد، بتبقى نوع من المرح شويه يعني. حاسب عمر عشان تعمل ايه ده، غير اصلا ان هو برنامج مربح يعني. انت ممكن لو النهارده 70 قرش انت، هو بينزل مره كل يوم يعني. تخيل لو انت مثلا في الشهر كسبت مثلا 70 قرش كل يوم على المتوسط يعني، مثلا يعني في 10 ايام بحوالي 7 دولار 27 يعني، عاوز في الشهر تقريبا حوالي 21 دولار. اي نعم هو مش فلوس، لكن في نفس الوقت حاجه مشجعه ممكن تقدر تعمل بيها حاجه، ده غير ان انت ممكن تكسب اكتر او ممكن الجائزه توزع على اقل من كده شويه. المهم في النهايه طبعا عشان الجماعه دول مش عارف اتكلم معاهم خالص، فان شاء الله شويه كده واحاول انزل لكم صوره البرنامج او المسابقه اللي احنا عملناها اوتوماتيك، بس ممكن لان ما حدش سجلها دلوقتي، فان شاء الله انزل لكم لقطه شاشه قديمه يعني. اشكركم وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا معكم احمد ابو عمر. انا اسمي ايه؟ استاذ احمد ابو حميد. استاذ ايه؟ احمد ابو حميد. احمد ابو ايه؟ مش عارف. طب قول لهم مع السلامه بقى. لا مش هتقول؟ شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده مختلف عن كل حاجه. خرجنا عن المعتاد والبرامج التعليمية أو الفيديوهات التعليمية، وحبينا نخش لكم في حاجة إلى حد ما ترفيهية شوية. زي ما شفتم في بداية الفيديو إن في برنامج اسمه وصل التحدي مباشر. البرنامج ده أنا اكتشفته مؤخرا من على الإنترنت، وفي عبارة عن مسابقة مقدمة تقريبا من هو برنامج سعودي أنا أتوقع، بتنزل فيه مسابقة يوميا كل يوم الساعة 8:30 بتوقيت إيطاليا، يعني تقريبا ساعة 9:30 بتوقيت مصر. البرنامج ده فيه ميزتين اتنين. أول ميزة فيه إنك بتقدر تربح منه فلوس، لأن هي بتبقى فيه جائزة مقدمة تقريبا يوميا حوالي 300 دولار. 300 دولار بيتم تقسيمهم على عدد الفائزين، سواء بقى كانوا 10 20 100 1000 إلى حد ما، إلى العدد اللي كسب يعني. ممكن تكسب 1 دولار في اليوم، ممكن تصادف وتكسب 10، ممكن تكسب 20، الله أعلم ممكن تكسب 100، ممكن تكسب 20 شنتزم، ممكن ما تكسبش خالص. طبعا هم عبارة عن 12 سؤال، لازم حضرتك تجاوب على 12 سؤال صح عشان تقدر تكسب. الفكرة في الموضوع ان انا حبيت ان انا اقدمه مش عشان بس هو المكسب بس او الربح، لان الربح فيه هيكون بسيط يعني. هو بس كبارة كان حاجة ترفيهية وحاجة زي ما نقول كده هسميه برنامج العيلة. برنامج العيلة تتجمع في ميعاد واحد الساعة 8:30 مساء كل يوم، يعني اعتقد بيبقى توقيت مناسب بعد العشاء التوقيت الايطالي. الجاية كلها بتتجمع، طبعا مفيش واحد معهوش تليفون دلوقتي ما شاء الله، حتى الاعمار الصغيرة معاهم تليفونات، فليه ما نزلش البرنامج ده؟ على الأقل يبقى حاجة اسمها كده اتجمعنا زي أيام زمان لما كنا كلنا بنتجمع قبل ما يكون فيه البرامج ولا تليفونات ولا تابلت ولا تلفزيونات ولا الكلام ده كله، كلنا كنا بنتجمع نحكي. فأنا لقيت إن دي حاجة على الأقل حاجة مفيدة تخرج الناس، لأن طبعا الأطفال دلوقتي كلهم تركيزهم كله متجه لليوتيوب، برامج مسلسلات وافلام وكرتون، حاجات مش بتفيد قوي يعني وفي منها المضر يعني. فانا لقيت ان الحاجه دي بتشد انتباه الناس. عندي عمر ومريم زي ما انتم شفتم في الفيديو حبوها،
وكل يوم قبل الميعاد هما اللي بيجوا يقولوا لي بابا افتح لنا تليفونات عشان نبدأ نلعب. فدي حاجة أنا شايفها إن هي حاجة كويسة يعني. فأنا حبيت إن أنا أعرض الفكرة قدامكم، وإن شاء الله هسيب لكم رابط البرنامج في أسفل الفيديو أو في وصف الفيديو، واللي عنده أي اقتراح أو عنده أي استفسار ممكن يسيبوا لي في تعليق على الفيديو إن شاء الله، وأنا هحاول أجاوبكم عليه. أتمنى إن أنا أكون برضه قدمت لكم حاجة مفيدة. إحنا خرجنا عن المعتاد، كل مرة كنت بقدم لكم حاجات تعليمية أو حاجات تخص السفر والسياحة بحكم طبيعة شغلي. النهاردة حبيت أخرج شوية، بتبقى حاجة كده إيه في نص الفيديوهات، حاجة اسمها ترفيهية أو برضه معنى أصح، بما إن أنا مغترب شكلكم في إيطاليا، فحبيت إن أنا برضه إيه أعرض فكرة إلى حد ما كويسة. النهاردة إحنا مغتربين مش عايشين مع حد، الألفة والمحبة بادئين نفتقدها واحدة واحدة، الأولاد، وحتى إحنا دايما شغلنا كله على التليفونات والسوشيال ميديا والفيسبوك والواتساب والحاجات دي واخدة وقتنا كله يعني. فليه ما تبقاش حاجة ظريفة هنا شكل ديت، على الأقل تبقى حاجة تسلية ومنها ضحك يعني، زي ما شفتوا زي اللي حصل في بداية الفيديو يعني. دي ما واخدينها شكل هزار، وفي الأول وفي الآخر برضه في واحد ممكن يعتمد عليها كموضوع ربح يعني، بس موضوع الربح ده هيكون قليل إلا صدفة معاه إن هو قدر يكسب، لأنه بيبقى داخل أعداد كبيرة جدا يعني. في نهاية الفيديو أشكركم، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق، ودايما لما يكون في جديد هحاول أعرضه لكم إن شاء الله على اليوتيوب. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمود.